طيب الخناقة اللي حصلت في الملعب بعد المباراة، يا ترى الأستاذ علاء حمام عنده إيه فيها؟ قبل ما أسيبكم وأقول لكم تصبحوا على خير، في خناقة في المدرجات حصلت بعد مباراة الزمالك وسموحة، يا ترى أبو الزغاليل ماذا لديه حول هذا الموضوع؟ خلينا نحاول نروح للأستاذ علاء حمام ونعرف منه إيه اللي حصل في هذا الموضوع وإيه الخناقة دي وسببها إيه؟ لأن الموضوع يعني اتصور ولكن محدش عنده تفاصيل، محدش عنده تفاصيل ايه سبب الخناقة، يعني ايه اللي حصل، ايه سبب الخناقة، محدش عارف، محدش عارف ايه سبب الخناقة. فهنحاول نروح للأستاذ علاء حمام، وإن كان علاء حمام شكله قفل التليفون. طيب في اخر رساله معايا جات لي من معالي الوزير دسوقي اباظه، اختم بيها. رساله قويه جدا من معالي الوزير المستشار دسوقي ثروت اباظه، تحرك وزير الرياضه ووزارته السريع في قضيه اتحاد الكوره شيء هام وجيد، لا شك في ذلك، ولكن هل هو اهم واقدر بالاهتمام من غرق طفل بريء نتيجه اهمال مسؤولي نادي الزمالك؟ تحرك وزير الرياضة في قضية اتحاد الكرة في سرقة الكؤوس وبعض فلنات وبضعة أحذية شيء هام لا شك في ذلك، ولكن هل هو أهم وأقدر بالاهتمام من تشكيل لجنة لتقصي أسباب موت روح بريئة؟ وهل نتج ذلك عن إهمال وعدم تنفيذ أوامر الدولة من عدمه؟ تحرك وزير الرياضة في قضية اتحاد الكرة أمر هام وجيد، ولكن هل هو أهم من تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية المهولة في نادي الزمالك والثابتة ثبوتا يقينيا من مراقب الحسابات بالنادي والتي أثبتها في تقريره المرفق بميزانية نادي الزمالك الرسمية؟ سؤال أوجهه إلى معالي وزير الرياضة، اختر سببا من الأسباب التالية لعدم تشكيل لجان في كل هذه القضايا، لأنه لن يخرج عن أحد هذه الأسباب: الخوف أو الجبن، الإهمال، التراخي والكسل، تعليمات سيادية علوية. لا ترقى هذه القضايا إلى أهمية سرقة الأحذية والفلنات، لا أظن أنه يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى بخلاف تلك، فبربك نحن شعب مصر نصر أن نعرف أيا من الأسباب أدت إلى هذا الخلل والظلم الواقع علينا نحن شعب مصر. يا باشا ده محدش قال للراجل آسف أبو الولد، راح وقف أمه واتهم أبوه، قال له أنت اللي موت ولدك، ولذلك ربنا مسلط عليه لسانه، الراجل ما كانش هيتكلم. الأستاذ مجدي جرجس من أستراليا صديقي العزيز بيتكلم بيقول: تحية للأستاذ عبد الناصر، أنت مصدق مسرحية شكوى اتحاد الكرة ضد مرتضى منصور؟ يا أستاذ مجدي أرجوك، أنا واثق من إن في شكوى، واثق إن عمرو الجنايني صادق، ولكن انت طول الوقت من كتر مصدق مرتضى منصور مش مصدق، وانا عذرك في ده. يا استاذ عبد الناصر تعال نشوف الشكوى قدمت لمن؟ اولا لوزير الرياضه، وزير الرياضه اهان مرتضى منصور في نادي الزمالك ولا بيفعل شيء، مقتنع بكلامك. الشكوى الثانيه قدمت للجنه الاولمبيه المصريه، انت فاكر لما رئيس نادي الزمالك ارسل موظفين للتجمهر امام مبنى اللجنه الاولمبيه ولم يستطع هشام عضب ان يفعل شيء؟ والله كلامك مقنع. انت فاكر طبعا مشكله الاستاذ هاني العتال، هل انصفه هشام قطب ام تراجع امام جبروت رئيس نادي الزمالك؟ تراجع يا سيدي. ام لجنه الانضباط حدث ولا حرج، النادي الاهلي ارسل لهم شكاوى كثيره وعديده، فماذا حدث؟ كلها طبعا كما تعرف حبيسه الادراج. اما موضوع غرامه ال 100,000 جنيه الموقعه على رئيس نادي الزمالك انسى، ده ضحك على الدقون. يا اخ عبد الناصر الناس فرحانة ان اتحاد الكرة اشتكى رئيس نادي الزمالك، وهذا غير صحيح، لان اتحاد الكرة لو كان يريد ان يشكو رئيس نادي الزمالك فكان لابد ان يشكوه في الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية، اما ان تشكوه في مصر
فأنت والجميع يعرف نتيجة هذه الشكوى، يعني بالبلدي نشربها ونبل ميتها. أخيرا لو رئيس أي نادي في العالم نعت اتحاد الكورة بالحيوانات لكان طرد في نفس اليوم شر طرده. عدالة السماء قريبة. أحسنت يا أستاذ مجدي، أحسنت 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 أحسنت. مروة، طبعا مروة عبد الملك كتبت الوادي المتني أبو زعرورة الجموصة مرضان، بيقول لك اخترت مستقبل العيلة. قالت مين؟ يالا انت فاكر نفسك من العيلة المالكة؟ ده انت من أرض اللواء. يالا ده بس بتوع أرض اللواء كلهم ناس جدعان. يالا يا بتاع السيدة عندنا بيحطوا عليكم، ده انت شوية شلاحيف. يالا ما يعني رسالة قاسية جدا. أيلاها مروة، اهدي يا مروة، اهدي يا منار، رسالة قاسية جدا 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 جدا. يعني مروة عيد عبد الملك تضرب بقوة، ورحاب جمعة كمان. طاهر بيعود نفسه على الدقيقة 90، عاش وحش. انت يا ابني بميت بطاطس دي. رحاب جمعة هدف عالمي يستحق عليه التحية. طبعا انا بقرا لكم اشهر الحاجات. اللي اتبعتت لي او اللي اقدر اقولها. طيب، على حمام جاءنا باسباب المشكله التي حدثت في المدرجات بعد مباراه الزمالك وسموحه. قولوا لي بس ان برنامج الزمالك قفل عشان اقول لكم سلام عليكم. سلام عليكم يا استاذ علاء. الله في حضرتك. قصة الفيديو الذي نشر عن وننسبه لأهله صدى البلد، نشروا فيديو مشكلة، هل هناك تفاصيل عن هذه الواقعة يا أستاذ علاء؟ فعلا في تفاصيل. حاج مجدي يقدر طبعا انت عارفه، راجل زملكاوي اصيل طبعا، وكان بيشجع الزمالك، هو مجموعة من الزملكاوية يعني. هو عدد قليل جدا بيحضروا الماتشات حسب التعليمات يعني. فكانوا بيشجعوا الزمالك بعد الجول التاني لسموحه، قعدوا يقولوا العب يا زمالك عشان يطوعوا اللعيبه وبتاع. فلما سموحه احرزت التعادل، مجموعه من اعضاء سموحه يعني غزوهم كده بالبلدي، وجهوا ضدهم هتافات عدائيه وبتاع، فحصل بقى مشادات خفيفه يعني. في الاخر طبعا هم اشتكوا للمهندس فرج عامر من المشهد يعني، ان خلاص المفروض انت تعادلت ما تحتكش يعني. توجهوا ناحيتهم يعني كده، وكان نظام يعني تشجيع زي ما انت فاهم يعني. عبروا عن فرحتهم بهدف التعادل بطريقه يعني مبالغ فيها شويه. فطبعا المجموعه القليله اللي موجودين يعني من الزملكاويه يعني خدوا على خاطرهم واتكلموا مع المهندس فرج عامر يعني ان هم ضيوف وبتاع، انت خلاص تعادلت المفروض ما تروحش ناحيه الناس اللي جايه مع لا المنافس، ولا وبعد تثبت كده حالك يعني. وبعد هو كده ده قصه الفيديو اللي نشروه الزملاء في صدى البلد. خلينا نقول برضه مجدي ايدر وكل اللي معاه ناس محترمين وناس افاضل ومحبين للزمالك وعاشقين للزمالك وبيشجعوا بقلبهم وبدمهم وبلا مقابل، وحياتهم كلها قضوها في المدرجات حبا وعشقا في الزمالك، وده شيء يحترم عليه، وطول حياتهم نسمك بتوع مشاكل ومهذبين. دي حقيقه فعلا. الحاج مجدي ايدر والاستاذ محمد سامي والمجموعه اللي بيحضروا دول ناس زملكاويه طبعا، بيحبوا نادي الزمالك وبيحبوه ويسافروا وراه في كل حته وبيشجعوه بمنتهى الاخلاص، وفعلا هم ناس مؤدبين وفي حالهم يعني، ودايما يعني بيبعدوا عن المشاكل لان هم ناس كبار مش صغيرين يعني. يعني مجدي ايدر خلاص انا بيطلع معاه ربنا يديله فاضل له ثانوي يطلعوه معاش مبكر. مجدي ايدر هيموت هو ناس كبار يعني مش صغيرين يعني، خلاص كبروا بقى على المشاكل. خلاص بقى زمن المشاكل راح. هيموت وهو بيشجع الزمالك. طب سؤال اخير يا علاء. ناس كبار يعني وناس افاضل. طب سؤال اخير قبل ما اسيبك، مرتضى منصور قرر ان هو عايز يطلع برنامج زملكاوي متاخر ساعه
علشان خاطر يطلع بالمداخلة بتاعته متأخر عشان أنا وأنت ما نردش عليها. هو قال كده ليه؟ بفضل. طب ما في تاني يوم يعني، ما في تاني يوم. لا وتاني، لا وتاني هو ما فيش تاني يوم يعني؟ لا لا ما في تاني، تاني يوم يعني. لا تاني يوم ليه؟ احنا هو عايزين يعني اساسا عايز اقول لك على مفاجأة يعني، هو رئيس الزمالك نفسه عارف ان البرنامج اعداد المشاهدات بتاعته ضعيفة جدا، هو عارف يعني رئيس الزمالك عارف ان اعداد المشاهدات بتاعته ضعيفة، لان مداخلاته بالظبط لو بيعمل مداخلة 30 دقيقة فيهم 18 دقيقة مكررين اللي هم بتوع الخطيب وكهرباء، 18 دقيقة مكررين بيطلع حافظهم، يطلع يقولهم يا خطيب ويا كهرباء وهدية ويا كهرباء وانت وجروس ومش عارف ايه 18 بالظبط، لو بيعمل 30 دقيقة 15 دقيقة محفوظين معروفين هو بيقول فيهم ايه. وكمان هو المداخلة بتاعته بيتكلم عن الزمالك، ده الراجل ده عمل مداخلة مرة ما اتكلمش عن الزمالك غير في نص دقيقة، قعد 40 دقيقة يتكلم، اتكلم عن نادي الزمالك اللي هو رئيسه نص دقيقة. عارف قال لك ايه؟ قال لك احنا ان شاء الله بعد ماتش سموحة هنحاول نجدد عقد ساسي وباما بس، وبعد كده كمل بقية الكلام بتاع يا خطيب ويا كهربا. ده بيعمل مداخلات لكهربا، هو بيعمل مداخلات للزمالك؟ رئيس الزمالك ما بيتكلمش عن الزمالك اصلا، بس خلينا هو بيتكلم نتفق، عن الزمالك؟ خلينا نتفق انا وانت على حاجه قبل ما اسيبك عشان نختم، انه في اي وقت لو طلع حتى الفجر مفيش حاجه اسمها بكره، حتى لو انا مش عارف عرفني ونطلع لايف مخصوص ان شاء الله نحكي مع بعضنا من غير ما حد يتفرج علينا واحنا ونصيبنا. طب ماشي. شكرا يا حلوه. خلي بالك ده هو اصلا سهير، ده ممكن يطلع يعمل مداخله 5 الفجر، ده سهير يعني. واحنا متأخرين أصلا، عشان يعني عشان ربنا يكرمنا ونحاول نجيب له الضغط أو السكر يعني. والله بص يا أستاذ عبد الناصر، يعني بفضل الله، بفضل الله الحمد لله يعني، رغم إن إحنا برنامج على اليوتيوب لكن الحمد لله لينا مصداقية عالية جدا، الحمد لله. والحمد لله نجحنا إن إحنا نكشف حاجات كتير جدا ونتكلم في أمور كتير جدا ونكشف حقائق كتير جدا ونتكلم في قضايا وملفات قنوات صارفة فوق ال 200 وال 300 مليون جنيه لا قادره تتكلم فيها ولا عارفه تتكلم فيها ولا عندها نفس المصداقيه ولا عندها نفس المعلومه اللي احنا بنقدمها. ففضل الله يعني الواحد يقول الحمد لله، وبدعم الناس المحترمه اللي بتسهر معانا وبتدعمنا وبتتفرج علينا، ناس من امريكا الاستاذ امجد حنا، وناس من استراليا، وناس من الدول العربيه، وطبعا من مصر ومن الريف، وجه بحري ووجه قبلي وسينا ومطروح، وكل الناس اللي بتدعمنا دول كتر خيرهم، هم اللي مخلينا مستمرين وهم اللي مدينا القوه ان احنا نتفوق على ناس كتيره. بقول لك قنوات صرفة فوق ال 200 و 300 مليون جنيه ما بتحققش اي حاجه للاسف. اشكرك شكرا جزيلا يا علوه. اشكرك استاذ عبد الناصر، تحياتي. شكرا جزيلا. حد بعت لي برضه من اسكندريه كان بعمنا، يا كابتن عبد الناصر الناس بتتابعنا والله ولا قناه فضائيه. يا كابتن عبد الناصر رد على كلام الاستاذ علاء حمام، هو الراجل بيتكلم صح، بس المشكله بدات انهم هم قالوا بعد الهدف الثاني للزمالك، زمالك يا كبير يا بتوع العصير. فكان لازم نرد بعد ما تعادلنا 3-3. يعني خلينا نقول انها مشاده حلوه، بدل فيها مجد ايدر تبقى لازم تكون حلوه، لانه مجد ايدر قمه في الادب والتدين والاحترام، وعم سامي والناس دي كلها دي ناس زملكاويه معصوره بالفانله البيضة بخطين حمر، ما ليس لهم غرض. وعلى فكره الناس دي بيحترمون كل لعيبه الاهلي، كل لعيبه الاسماعيلي، كل الانديه الشعبيه، وكل الناس بتحترم هؤلاء الناس، دول الزملكاويه الاصلاء، دول الزملكاويه اللي ما ينفعش تختلف عليهم، فلهم مني كل التحيه ونقول مداعبه حلوه. ماشي يا جماعه.